بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم الـ ETL، الـ ETL اللي هي Extract Transform Load، في منه تولز وهو كمفهوم أصلا بيتطبق في حاجات كتير. طبعا مشهور قوي في الـ Data Warehousing والـ Big Data والحاجات دي كلها. المفهوم كله فكرته كلها إن أنا بيبقى عندي Different Sources، عندي مصادر بيانات كتير ومن Different Data Types كمان، يعني Heterogeneous Data مختلفة ومن مصادر مختلفة. فيبقى عندي مثلا المكان الاول بجيب من داتابيز عاديه مثلا، المكان الثاني بجيب مثلا ملفات جيسون، المكان الثالث مثلا بجيب فيديوز، الرابع بجيب مثلا ايمجز، مش عارف ايه. الاول بعمل اكستراكت اللي انا عايزه من الايه من السورسز ديت، واخش على مرحله 2 ان انا اعمل ايه ترانسفورم، انا جالي بيانات مختلفه هرصها ازاي مع بعض واجمعها ازاي مع بعض وانسقها بشكل مرتب ازاي مع بعض، حاطط جنب بقى علاقاتها ببعض وكلام زي كده. دي بيبقى عمليه اسمها الترانسفورم. وبعد الترانسفورم بخرج بقى ان انا الود النتائج الجديده ديت اللي انا استلمتها، احطها في الايه في التارجت سيستم بتاعي، احطها في السيستم اللي انا عايز اشتغل عليه بقى. يبقى انا عندي كده ايه الاكستراكت والترانسفورم واللود.